تزلزل الأرض، حماسهم يعكس الهيبة والإقدام، إنهم أفراد القوات الخاصة كلهم سوى واستعداد، هم للشجاعة والإصرار عنوان، حرابهم بقلوبهم الثائرة التي لا تهاب الموت من أجل الجزائر، من أجل استقرار وأمن الجزائر. يمر أمامكم الآن أيها الحضور مربع رمات البحر من المدرسة التطبيقية لجند البحرية الشهيد علي بن نور، رجال متأهبون لكل تحدي، يجسدون مهارة قتالية متقدمة وشجاعة لا تعرف التراجع، يمثلون صلابة القوات البحرية الجزائرية وعزمها في الدفاع عن الوطن. إنهم رجال الفوج الخاص لقيادة الحرس الجمهوري، اختاروا عن إيمان راسخ وعزيمة مهام التدخل والحماية، حماية المناطق السيادية والمقرات الرئاسية، يتدربون اليوم كما سيقاتلون غدا، يقاتلون غدا كما تدربوا اليوم، جاهزون في كل الظروف، يحملون في قلوبهم كل معاني التضحية والوفاء من جيل نوفمبر الأغر. بالخطوة السريعة في حلة استعراضية، كلهم عزم وإيمان على قلب رجل واحد، إنهم رجال المفرزة الخاصة للدرك الوطني، روح انضباط عالية، درجة تكوينهم عالية، رجال نخبة بامتياز، بمعنويات عالية، كلهم حيوية ونشاط، استعداد وإقدام، مهمتهم مكافحة بقايا الإرهاب، الجريمة المنظمة واللصوصية، محاربة الإجرام العنيف، تحرير الرهائن والحماية والمرافقة. أمامكم الآن أيها الحضور نخبة الشرطة الجزائرية، تدريبهم عالي المستوى، مجهزون بتجهيزات خاصة، جاهزيتهم عالية، إنهم رجال جمهرة العمليات الخاصة للشرطة، يحاربون كل أشكال الجريمة الخطيرة والمعقدة، مثل احتجاز الرهائن، اختطاف الطائرات، مكافحة بقايا الإرهاب، التدخل عند حدوث مساس خطير بالنظام العام، يقدمون المساهمة العملياتية للمصالح المكلفة.